أعلنت بولندا الرياضية إقامة النسختين 51 الدولية والثانية 52 العربية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة يوم غد وبعد غد السبت على صالة أدنك مارينا في أبوظبي، وتشهد النسختان مشاركة 56 متنافسا ومتنافسة من أبرز أبطال اللعبة بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يشهد تنظيم منافسات UFC 308، ويتصدر المنافسات الدولية النزال الرئيس بين الروسي عمرو ماغوميدوف الذي لم يهزم من قبل، والساعي للدفاع عن لقب الوزن الخفيف أمام الكازاخستاني علي عبد الله. كما يتضمن الحدث نزالا قويا بين الإيطالي والتر كوغلياندرو والبيروفي فازنتي فارغاس بجانب عدد من النزالات الأخرى. بديت هالرياضة من عمري 14 تقريبا، وحلمي أنك يعني اوصل هالمرحلة، اكبر مستوى في العالم، اكبر بلاتفورم هي UFC، وحلمي اني ارفع العلم في UFC في هالبطولة. المعسكر صعبة شوي، لان شو انت تمرن الصبح وفي الليل، وفي الويكند ما عندك فرصة تطلع، لان مفروض تريح يعني وتسوي ريكفر، يعني الايس باف والسونا عندك وتسوي المساج، يعني ما عندك حياة مدنية. و خلاص يعني انا حاط بالي ان عندي هالبطوله تاريخ 3 شهر 8، وخلال هالخمس شهور بس معسكر، يعني تمرين وبيت اكل وصلاه ورقاد لين البطوله.